في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمل تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمل تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى. ساعتين يا اخي ساعتين انا بجي لك الناس قاعدين قال انت مشغول مشغول في نوبك كوتينا يا اخي مش شوف شغلك يا اخي انا شغلي ما جيت اشوفه داير اشوفك بتطفع شنو داير الشاي داير جبنه داير جنزبيل داير شنو بعدين وينو ذاته الراس اللي بيشربوا لي شاي انت شغل شغلتك ذاتك ما شايفه يا اخي شنو يا اخي شغلتي انا يا اخي لو رتبي كم بدوني كم عشان انا اشوف شغلي خلاص انت وقت المرتب ده ما عاجبك ابقى مالي يا اخوي في زول محتاج للمرتب ده بيقبل الناس يشغلون يا اخي يا اخي قاعد تلعب في الكوشتين اختشوا يا اخي اختشوا لا يا تشرب شنو لبيب امشي جيب لي كوبايه شاي امشي يا اخي امشي يا اخي امشي اجيب لك تراب تراب يا شنو تلعب صفرا يا السلام عليكم يا استاذ عليكم السلام والله بالحقيقة انا قاعد اجيبكم امي السؤال الورق اللي دعيتها واقف عليك انت بس يا اخي وتريد على بكره بس انا جيت يا اخي طيب خذوا تعالي بعد ساعتين تعالي بعد ساعتين ما شايفني مشغول اعمل شنو يعني مشغول في شنو؟ معك من مصطفى انت شغاله هنا واسطه في الاداره دي ولا شنو؟ عن المصلحه دي ما حقت الناس المساكين دي الزول ده له ثلاث يوم بساسك بطل شغلك يا اخي ما تشتغلي له شغله نعم عايش شنو يفضل؟ داير اشوفك وتطفح شنو؟ شيل الكوبايه الفاضيه دي وجيب لي قهوه سالك انا وينه والراس اللي بيشربوا القهوه ده؟ شنو انتي قزاته؟ طيب مره شنو؟ قهوة يعني قهوة مرة والله مطعمة والله دراجة يا تيوم انا قاعد اشرب قهوة مرة شيلها وامشي ماشي يعني انت شغالة هنا قهوة والله لا تحقق احلامك هنا انت والله من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل يلا بك هنا اشرب لي جبن لكن احنا انتظر لك يا اخي لنا ساعتين برا يا اخي تفضل طلع برا شباب يا اخي زلمه تفضل اطلع برا اشتغلنا ونمش احنا ثاني ذات ما اسامه هيما يا سلام ابراهيم كيف الاخبار ان شاء الله طيب يا اخي صحتك واخبارك الله يسلمك مستعجب يا اخي الله يبارك فيك اتفضل الله يسلمك معلش يا شباب بس معي ضيف اتفضل اطلع برا يا اخي ما اشتغل لا اطلع برا اطلع برا يا اخي انت تفهم انا معقول يا شباب انتوا ما قلنا قبل احنا مجينا قبل لا معلش شويه كده اطلع برا قدر الاستاذ مشغول تفضل لو سمحت تفضل يا شباب الاستاذ مشغول يا اخي اطلع برا تفضل يا اخي ابراهيم يا اخي وين انت يا اخي موجود يا سلام يا اخي يعني ليه تمام يا اخي استاذ كيف شغل ضيف نعم طبعا انا عملت اجراءاتي كلها اطلع برا اطلع برا استاذ تفضل اطلع برا حاضر مش شايفني مشغول معلش ما انا مشغول يا اخي ابراهيم الله يرحمك كيف الاخبار؟ تعبان ان شاء الله يا اخي تعب والله شغالين شو يا اخي اقول لك انا ما قادر نحك راسنا والله زحمه زحمه هل تشرب شنو؟ تشرب شنو شاي ولا جبن؟ والله يا اخي يمكن خلاص كويس 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 يا في ضد اخبارك؟ تمام وين والله يا واحد يوم شفت هنا بقي من الصباح تلفون اخذ لك تلفون يا في ضد جينا يا استاذ عليك لو سمحت يعني جبنتين مضبوطه واشوف ابراهيم تشرب شنو؟ انا عايز اوفلتين هاي هي تحقق احلامك فينا ولا نعم لا كويس سكر خفيف جدا والبرة ذيل
بس ادوني شوية كده 5 دقائق بس عشان والله عزيز علي. جاي الساعة 11 5 دقائق معلش يا فضيل معلش يا فضيل لازم عندها زمن برضه معلش يا فضيل ضمن بنا كده معلش هو خبير لكن اقول لك كلام يعني اخذت انه كزول كبير كده لا اقول لك كلام رايك شنو نمشي نفطر حتى بعد ذاك نجي من الجبنة والاوفلتين والله ده كلام سليم لانه الليلة اليوم ده انت كله معاي هنا اساسا اليوم مفتوح تمام اختورت منك يا وصل والله يا اخي ده زمن بعيد خلاص يا سلام يا اخي نمشي نفطر نمشي انا جعان شديد بالمناسبة نمر عندنا نقول هنا لسه بتحب بالرمرم السلام عليكم. عليكم السلام. تعال. مالك يا حلو؟ ده مكتب المدير؟ لا لا مكتب المدير بهناك لكن انت المدير ده يا ابني. المدير انا ده عندي اجراء المفروض اعمله قبل 3 يوم يعني لسه يا اخي الموظف اسامه ده عمل اي حاجه يعني. انا مسافر فين ومرتي عيانه يا اخي ده اعمل اجراء بس انت بس صغير كده وخارج. يا اخي والله اسامه ده نجب الناس وضيع زمان وضيع زمان البلد كلها. اقول لك كلام؟ المدير ده انا بكلمك خلك انت بس مش اقعد هناك انا هسي بجي لك للمدير. يتكلم يعني؟ بس خلوا عليه يمشي. عليك الله ابراهيم. اشرف اخباري شو؟ اشرف تمام والله ما عندي اي حاجه. يا راجل اموره طيبه الحمد لله. والله طولت منه طول فتره. لا ده جاهز. طيب شو في فولة؟ لا 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 فولة رهيبة. يا زول انا قلت لك الليله حفطرك فطور تمام. يا جيت في زمنك. نعم. عليك الله الجبنة ولا قلت شنو؟ الأوفلتين. الأوفلتين. المدير داير خلي الغير فازين حق الزول، قوم المدير داير. لا 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 أوفلتين. أي لا أسمع ما نشرب الجبنة وبعد ذلك ما نشرب الجبنة. لا الجبنة أنت الليلة ما عارف تشربها وين أبقى ما عارف. في شنو أحضر؟ قول ما في شنو. قاعد لي ده، أنت ده قاعد الساعة اللي جاي تقول لنا سينما تضيع في الساعات، أنت قاعد الساعة تقديمها راح ضايعة. خلاص أبلي خلاص. برا عندهم ساعات راحت، شوف ده لما نقعد الساعة هنا في كم ساعة راحت من عمر البلد بسبب الزول ده. انا حب مارك عليه المدير احترم الضيوف يا عبد الله يا اخي فين اوفلتين انت بس انا سامعني بالجوار من وين اصلا ما هذا ايوه مسافة الزمن لا لا خذ راحتك خذ راحتك السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم السعادة مرحبا قالوا لي عايزين ايوه عاوزك عاوزك يا اسامة ده شنو اللي بيحصل ده وين ما في شنو؟ هون ما في شنو؟ في اهمال يا سيد اهمال اهمال عازم لي صاحبك في المكتب اوفلتين يا اسامه ما هو يا سعادتك اصلا ما شنو؟ ساعتين في فطور؟ المواطن ده بعذبته يا اسامه يا اخي شوف يا سيد انت مخصوم منك مرتب شهر لا حول ولا قوة إلا بالله تستاهل التزوير في المواطن تلقى في المرتب كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة سعينا للعمال نبتلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة سعينا للعمال نبتلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى